فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال: وسبب ذلك أن العلم الحقيقي الراسخ في القلب يمتنع أن يصدر معه ما يخالفه من قول أو فعل. نعم، العلم على قسمين أيضا، العلم الراسخ في القلب، والراسخون في العلم يقولون آمنا به، رسوخ العلم في القلب هذا يمنع من إتيان المعاصي، هذا يمنع من إتيان المعاصي. وإنما والقسم الثاني علم لم يرسخ في القلب، وإنما يكون علما على اللسان فقط، أو علما على اللسان والقلب لكنه لم يتمكن من القلب، فبحسب عدم تمكنه من القلب يقع الإنسان في المعصية ولو كان عالما بسبب نقصان علمه، علم البصيرة. ولهذا فإن العلم ينقسم إلى قسمين: علم في القلب وعلم باللسان. والله جل وعلا يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء في القلب والبصيرة لا العلم باللسان. قد يكون الإنسان عالما بلسانه، حافظا للمتون والشروح، وحافظا للسنن والقرآن، فبلسانه هو عالم، لكن لم يترسخ العلم في قلبه، فهذا هو الذي يكون عرضة للأخطاء وعرضة للذنوب والمعاصي، لأن العلم لم يتمكن من قلبه. أما الأول إذا تمكن العلم من قلبه فهذا لا يصدر منه إلا خشية الله سبحانه وتعالى. إنما يخشى الله من عباده العلماء.